اقوم دوك الناس يستمعوا القران بقى ساعه ما يستمعوا القران يا سلام. ولذلك لما بيكون رايق كده يقول ان علي لحلاوه الله، ما فيش ملكه العناد مش موجوده، ملكه العناد مش موجوده. الله سيدنا عمر، ايه خلينا في سيدنا عمر اهو. سيدنا عمر له حالين اثنين، حال كفري وحال ايه ايمان. حال الكفر دي احنا عارفين مواقفه، وبعدين لما بلغوا ان اخته بس قال له يا ابن الخطاب راح شوف اختك انت جاي لها، راح لقاها ايه بس، وبعدين دخل عليها لقاها بتتنم بصورة، فراح ضربها. لما ضربها ايه اللي حصل؟ خر الدم. ساعة ما خر الدم ليه جاءت عاطفة الرحم، راحت مخبية لدادة الكفر، وابتدأ المسألة تبقى صافية في الاستقبال، فاستقبل الصرافة آمن. إذن المسألة عايزة إيه؟ إن القابل يكون عنده. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ هو قال إيه؟ إيه اللي قالوا يعني جاب؟ قل، رد عليهم بقى، هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا الفاعل وهذا القيه وهذا الايه هناك ايه. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو ايه للذين آمنوا. اذا الفاعل والايه والقابل. فإياك انك انت تلوم واحد عايز يجيله واحد الى طريق الضلال، إن كنت عايزه يخليه في ضلاله، ولكن ده من ملاعه في مين؟ في مناعه في التاني ده، عشان ما يسمعش كلامه. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. احنا تكلمنا عن الالوهيه لما قال الهكم اله واحد، وبعدين تكلمنا عن سلامه النبوه والموقف اللي وقفوه من الرسول، بقي اننا نتكلم في المنهج اللي جيب الرسول. بين موقفهم في الالوهيه، وبين موقفهم مع مين؟ مع الرسول. عايز يبين موقفهم في المنهج بقى نفسه. المنهج فيه حاجات كتير، ام المنهج ده كله ان نؤمن بايه؟ بعالم اخر. كل الحكايه كلها ما دام نؤمن بالعالم الاخر ده كله يجي تمام. ليه؟ التلفزيون ما كانش يؤمن بانه هيجي امتحان، والامتحان ده هينجح ويسقط وانت ما يذاكرش. فكل المسألة تنتهي بالإيمان بالإيه؟ بالعالم الآخر ده. يقول له العالم الآخر ده أمر ضروري. ضروري ليه؟ قال لك لأن الذي يظن أن الدنيا دي هي الغاية يبقى غبي. طب كلنا عبيد الله، كلنا خلق الله، ده يموت ده سنه هو في بطن أمه، وده يموته ابن سنة، وده يموته ابن شهر، وده يموته ابن خمس سنين. لو أن الدنيا غاية كان لازم تستوي المكسي فيها مع الناس. يسمى إيش غاية؟ وبعد ذلك يقول لك يا سلام ده الواد ده تحت شبابه، ويزعلوا عليه قوي اللي راح في شبابه وعين ما تعش بالدنيا، هي اللي عليه على عينيك وعلى عينين دنياك. طب هو لو مثلا بلغ وبعدين بقى يعني حصل منه كذا ولا حصل منه كذا، طب ما ربنا خده الجنة حدف بدون تكليف، تعايز من ده ايه احسن من ده ايه؟ لازم. اذا ولذلك احنا قلنا الناس مخطئون في تقدير الغايات. ليه؟ قال لك لأن كل حدث يحدثه الإنسان اللي بيعمل صاحب الحدث له غاية، كل فعل له إيه؟ له غاية. الغاية دي قد تكون غاية مرحلية ولكنها ليس الغاية النهائية. الغاية النهائية احنا قلنا اللي ما فيش فيها وبعدين، دي الغاية الحقيقية اللي ما فيهاش ايه وبعدين. انا بقدم الواد المدرسة الابتدائية عشان ايه؟ عشان ايه ياخد الاعدادية. اخد الاعدادية مش غاية، دي غاية مرحلية. وبعدين عشان يروح الثانوي، طيب وبعدين ياخد الشهادة الكلية، وبعدين يتوظف، وبعدين يبني له يتجوز، وبعدين يبني له بيت، وبعدين يقعد بقى يعيش كده ويرتاح ومش عارف ايه، وبعدين ده احنا فرضنا ان هو قدر يفضل لحد ما يخلص المراحل، انما يمكن يتخذ قبل ما يخلص المراحل. يبقى الغايه الحقيقيه. ولذلك المعرّف حينما قال
ألا من يريني غايتي قبل مذهبي؟ ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ يعني غاية الشيء بعد الطريق إليه، هذه الغاية. نقول له أنت خدتها بكفرية، لأن المسألة احنا ما جيناش في الدنيا كده، احنا جينا بكتاب بيقول لنا الغاية ايه. ليه؟ أم قال لك لأن غاية حركة الحياة إسعاد النفس، استبقاء النوم واستبقاء الحياة إسعاد النفس. طب إسعاد النفس يعني يجي الواحد وقت شبابه يقول لك جدع نعمل كده، مش عارف تبني لك بيت وتتجوز وبقى لك عيال كده ومش عارف ايه، ويبقى عندك مادة كده وتقعد تحط رجل على رجل، وبعدين تبقى ايه ايه ويختموك بقى لما تعوز تشرب قهوة يجي لك القهوة لما تأكل. الله، إذا الغاية على إنك أنت تبقى الغاية إنك تبقى إيه؟ تتعب الأول عشان تبقى إيه؟ مخدوم. تتعب عشان تبقى مخدوم. المخدومية دي حتى يعني تتناسب مع جهدك الأول. اللي اكتفى بالإعدادية يروح له شغلة بسيطة كده يا دوب يعيش، يا دوب يبقى يقدر يخدم نفسه، واللي التاني كده يا دوب برضه يخدم نفسه او يستعين بخدم كده في الحاجات البتاع، انما بلا بقى ومش عارف ايه وبقى ايه بقى عنده ايه خدم كتير، ده بواب وده جنايني وده بتاع سفره وده بيعمل مش عارف ايه وده كتير وكله عزوه يجيبه. نقول له عام خاضع لحركتك في الحياه، خاضع لحركتك في الحياه، تعيش في الاسباب. لكن احنا بقى بنقول لك الغايه بتاعتك النهائيه مش هتوفر عليك، هتوفر عليك اللي بيخدمك، لان اللي بيخدمك ده يمكن يتمردوا عليك يطلع منك يجي واحد تاني يغريه ياخده منك. انت هتروح بقى تسقط في الاخر وما يبقاش حد له علاقه بك الا ذاتك. تعوز الشيء الفلاني يخطر على بالك تلاقيه قدامك، انتهت المساله. يبقى انت في الدنيا تعيش مع اسباب الخالق، وفي الآخرة تعيش مع المسبب الخالق. يبقى دي الراحة ولا مش الراحة؟ وبعدين المقارنة الاقتصادية صح، الدنيا اوعى تقيس الدنيا بعمرها وتقول هتعيش كم مليون سنة الدنيا دي، ويقعدوا لك الدنيا كم مليون، ماليش دعوة بيه. الدنيا عند كل واحد هي مقدار مكسك فيها، مش هي دي الدنيا؟ طب دنيا عند غيري وانا ايه علاقتي بيه؟ يبقى الدنيا ايه هي؟ تعريفها بقى مقدار عمرك فيها، ادي الدنيا. مقدار عمري فيها متيقن ام مظنون؟ مظنون. وعلى فرض انه متيقن الى كم متوسط الاعمار؟ يبقى له نهاية قطعا ولا لا؟ ونعيمك فيها على قدر شطرتك ولا مش على قدر شطرتك؟ طيب لكن الاخرة بقى متيقنة لا مظنونة، ادي واحد خلاص. ونعيمك فيها لا على قدر إمكانياتك ولكن على قدر إمكانيات خالقك. يبقى إيه الأحسن بقى؟ يبقى هذا اللي انت عبنا فيها شوية، نقيس كده عمر التعب فيها قد ايه ونقيس اللي هنشوفه قد ايه. انت مهما بلغت من قمة النعمة والنعيم في الدنيا يشغلك امران اساسية، تخاف ان تفوت النعمة فتموت، أو تخاف أن تفوتك النعمة فتفتقر، هذا الاثنين. طيب في الآخرة لم تخيف من دي ولا من دي، يبقى أي الصفقتين أرجح؟ أي الصفقتين أرجح؟ هنا بقى جايين بقى في حتة البعث. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ هنا استفهام، الاستفهام إنكاري وتعجبي. كلمة رفات، العظام عارفينها، كلمة رفات هي الفتات أو مسحوق الأشياء، الشيء لما ينسحب كده يبقى إيه؟ يبقى لازم فتات، يتسميه فتات، يتسميه رفات، يتسميه تراب، يتسميه حطام، كل فعال من هذا النوع، كل اللي على وزن فعال من هذا النوع المسحوق يعني نعم. فإذا كنا عظاما ورفاتا هنبعث تاني؟ ادي الكلام بتاعه. المسألة غفلوا عن شيء، غفلوا عن بداية الوجود، غفلوا عن بداية الوجود.
وبداية الوجود لو أنهم بيعرفوا حتى في علم الإحصاء الجديد دلوقتي اللي طلعوه لنا عشان يعيننا في قضايا الإيمان برضو قعدوا يحصوا العالم تعداد السنة دي كام ومن قرن كان كام ومن قرنين كان كام ومن وقعدوا من السلسلة لحد مين؟ حد آدم. مش كده؟ كلما كسر في الاستقبال يتقال في المضي. وبعدين لا الأصل الأصيل مين؟ آدم وهو. طب طلعوا من مين؟ يبقى كان لازم نفكر فيه. دي قضية ما حدش عارفها لأنها غيبية الناس يخبطوا فيها بالعلم. ربنا ينبهنا بمناعة إيمانية عقدية في كتابه عشان ما نسمعش كلام حد لأنهم هيتعوروا ويقول لك أصل الإنسان كان إيه قرد ولا إيه أصله قرد ومش عارف. طيب يا أخويا أصله قرد. طب والقرود اللي باقية دي ليه ما اتحورتش الإنسان؟ إيه الخيبة دي؟ طب افرض إنه قرد هنقول لك والقرد جه إزاي؟ ما قد بعض مسألة بس شوشرة بدون إيه؟ بدون مبرر. والسماء أصلها كانت هي والأرض الشمس والأرض كانوا حتة واحدة وبعدين راحوا منفصلين كده عن بعض وبعدين طلعت مش عارف الإيه والإيه. أم ربنا قال اسمه ردوا بالكم ولا هقول لكم قضية تبع عنكم لأن هيجي ناس يضللوكم في الحتتين الاثنين دول في الخلق السماء والأرض وفي خلق الإنسان. أنا اللي هقول لكم ليه؟ لأن اللي خلق هو اللي هيتكلم. انت عايز تاخدها معمليه بقى وعلميه وتقعد تمشي مش هتمشي. قال ايه؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقى كم قضيه؟ خلق السماء والارض وخلق الايه؟ الانسان. ما اشهدتهم يعني ما كانوش وياي يشوفوا يعني بعمل ايه عشان يقولوا لكم ده هي كذا وكذا. اذن حكمك مشهديه وهم ما شهدوش. وبعدين يقول ايه؟ احكم على كل من يخوض في هذه المسألة بأنه مضلل. وما كنت متخذ المضلين. المضلين اللي هم ايه؟ يضللون يقول لي اصلها كذا. قال دول ما كنتش واخدهم يعاونوني عشان يقولوا لكم على الحكاية دي. ما كانش حد انا اللي عملت كده. فاوعوا تسمعوا كلام. وعشان توفروا على نفسكم المسألة دي والتعب اللي هو ايه؟ وحمق العقل ده لما بينضبط كده في الماديات المعمليه بيبقى عال قوي. وبعدين لما يخرب بقى التكاليف. ولذلك الناس بتعطي العقل فوق مقومات وظائفه لان كلمه العقل حتى التسميه نفسها. العقل من ايه؟ من العقال. والعقال هو الذي يمنع شرود البعير. يبقى العقل جاي عشان يضبط تفكيرك. يقول لك ما تربيتش. ليه؟ قال لك لأن العقل وسيلة من وسائل الإدراك. وما دام وسيلة من وسائل الإدراك قسه على الوسائل الأخرى. عينك وسيلة من وسائل الإدراك المرئي، وأذنك وسيلة من وسائل إدراك الإيه؟ المسموع، وأنفك لكذا، وذوقك لكذا، ولمسك لكذا، كل واحد. طب ما دام آلة من آلات الإدراك، أرأيت عينا ترى بلا حدود؟ أرأيت أذنا تسمع بلا حدود؟ يبقى إذن كل وسيلة إدراك لها إيه؟ والعقل وسيلة من وسائل الإدراك. يبقى أعمل له إيه؟ يبقى أسميه الإيه؟ العقل. ما تشطحش. أعمل إيه؟ الاسم الإيه؟ العقل. اضبط العقل في المجال اللي يجود فيه وما تخليش يروح في المتاهات اللي ما يجودش فيه. فلسفة أتعب الدنيا وتعبوا ليه؟ أنا أتحدى أي مدرسة من مدارس الفلسفة من أول اللي بتاع اليونان ولا مش على القدامى أن يكونوا قد اتفقوا على قضية إلا قضية واحدة اتفقوا على أنهم يبحثوا ما وراء المادة. الله. طب ما وراء بتبحثوا فيه ليه؟ مين اللي قال لكم أن وراء المادة دي شيء يجب أن يبحث عنه؟ ما حدش قال لكم. يبقى بفطرتكم ابتدتوا أن ده مش ممكن يكون لوحده كده. لازم حاجة وراء. أي حاجة وراء دي هي الغيبيات اللي احنا بنعرفها. لكنكم خلطتم فرمحتم بعقولكم لتبحثوا انتم ما وراء المادة. وكان من الواجب عليكم انك تقولوا ما وراء المادة هو اللي يبين لنا عن نفسه بقى. هو اللي احنا ضربنا مثلا قلنا اب اننا في حجرة مغلقة ثم دق الجرس او طرق الباب. كلنا نتفق في التعقل. نتعقل جميعا ان طارقا بالباب. دي اختلفنا فيه. وبعدين واحد يقول ايه؟
ده رجل، واحد يقول لا ده امرأة، ده الطرقة خفيفة كده، ده امرأة، لا ده الطرقة فتحت من الباب مش بق كده، ده من الباب يبقى عيل صغير. واحد قال لك ده بشير، ده نزير، ده جاي مش عارف يقبط علينا، ده جاي يجيب لنا مش عارف ايه. اختلفنا، اختلفنا امتى؟ لا في التعقد، ولكننا اختلفنا في التصور. فلو ان الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعقد في ان وراء المادة شيء، الميتافيزيقا يعني وراء المادة شيء، وتركوا لمن وراء المادة يقول لهم على لو اننا تركنا قلنا مين اللي بالباب، اقول لك انا فلان وجاي عشان كذا، ويبقى ارحنا ولا ما ارحناش؟ يبقى ارحنا ما ارحناش. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. حاجه بسيطه قوي القران رد على ايه؟ اللي يبدا الخلق هو اللي يعيد وهو اهون عليه، لانه خلقكم من لا شيء اولا، فلأن يخلقكم من شيء كان فيكم ولكم إلى الأرض. يبقى سهل. هنا بقى الفلاسفة حبوا يدخلوا من هذه الحتة عشان يريحوا نفسهم. ليه؟ لأن من حظ الإنسان إنه يصوب تصرفاته علشان ياخد لنفسه راحة في سلوكه، يزعل اللي يقيد عليه التصرفات. وما فهمش أن تقييد التصرفات في ذات تقييد لكل الذوات عن الذات. يعني قلنا الواحد اوعى تسرق، أنا ما حجرتش على حريته بأنه يسرق. أنا ساعة ما قلت له ما تسرقش قلت لملايين الناس اوعوا تسرقوا منه. يبقى أنا حجبتك وأنت واحد، لكن حجبت عنك الملايين. يبقى مصلحة لك ولا مش مصلحة؟ يبقى ساعة ما ننظر إلى حكم تكليفي ما أشوفش هو خد مني إيه، أشوف هيعطيني إيه. نيجي للغني نقول له زكي، يقول أنا على ناقص مادة، أنا تعبت وعرقت ومش عارف إيه وبتاعه، وأطلع ويقعد يحسبني. نقول له أنا بدي أأمنك عشان أنت بتخاف الأغيار لا تفتقر. هقول لك برضه لما تفتقر إيه؟ هتلاقي ناس إيه؟ يدوه. يبقى أمنت حياتك ولا ما أمنتش حياتك؟ يبقى إذا نظرت إلى ما أخذ فانظر إلى إيه؟ لما يعطي. النبي عليه الصلاه والسلام حينما اساس قضيه الرجل البدوي لما قالوا بده ايمانه يبقى كويس، قال له يا رسول الله ان اوامر الاسلام كلها بس انا رجل فيها ضعف من ناحيه المراه. افاده صريح وبده يشرح قصته بصدق علشان ياخذ المريض ما بيغشش الطبيب. طيب ظاهره صحيه. فقال له يا اخ العرب أتحب ذلك لأمك؟ طب اسقل لي بقى ساعة ما يسمع دي كده ويتصور أن أمه كده بصبت إيه. أتحب ذلك لزوجتك؟ أتحب ذلك لأختك؟ أتحب ذلك للرجل شعر الأم والزوجة والأخت؟ قال له كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا مش عارف إيه. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء الا ذكرت امي وزوجتي واختي وبنتي فامتنعت. يبقى ساعه ما تشوف الحاجه ما تشوفش الشرع خد منك ايه، لا شوف اداك ايه. صن لسانك عن اعراض الناس وانت واحد، اما تقعد تهبها في اعراض الناس مش هتنال من كلهم، انما صان اعراض صان عرضك من السنه الناس جميعا. يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى الدين بيديني ايه؟ الدين بيديني المكاسب. هم بقى حبوا يشككوا في هذه المساله ويقولوا لك طيب يا سيدي هنبحث قضيه البعث دي. ابحثوه. بالله لو ان انسانا مات ثم تحول جسمه الى رفات وتراب وطيق ثم زرعت شجره فتغذت الشجره من مين؟ من عناصر تكوينه. زي تفاحه مثلا، طلعت التفاحه، التفاحه اللي انت هتاخدها منها يبقى فيها ايه؟ جزئيات من مين؟ من عناصر اللي مات. وبعد ذلك اكلها انسان فهتتكون فيه ايه؟ ذرات من هذه الذرات. يبقى الذرات ان بعثت من الاول نقصت من الثاني، وان بعثت من الثاني نقصت من الاول. دي اقوى الايه؟ الاوجه اللي هم بيه. ما فطنوش الى شيء، ان مشخص الشيء شيء
وعناصر تكوينه شيء آخر. ازاي؟ قال لك هب أن إنسان وزنه 100 كيلو والطبيب قال له لازم تخسس وزنك، فقعد يخسس ايه وزنه. لما خسس وزنه معناها معنى ان الوزن يخس او الوزن يزيد محكوم بقضيتين، قضية التغذية والافراز. فالانسان ينمو حينما يكون ما يدخله من غذاء اكثر ما يخرجه من فضلات، ويضعف لما يبقى الامر بالعكس. ففي السن الصغير الولد ينمو، بينمو ليه؟ لانه ياكل اكثر مما ايه ما يفرز، وبعدين لما تيجي الشيخوخه ايه يفرز اكثر مما ايه ما يقوم يطوف. وهب ان انسان مرض مرضا فاهزله هذا المرض، وبعد ما كان وزنه مستوي 70 كيلو بقى وزنه 40 كيلو، فراح للطبيب وادرك علته واعطاه دواء. فلما اعطاه الدواء وذهبت علته ابتدى يقول له بقى كل الشيء الفلاني وكل الشيء الفلاني وكل الشيء الفلاني، وقعد ياكل لحد ما عاد الى ايه؟ الى الوزن العادي. هل الجزيئات والذرات اللي كانت خرجت منه زمان فصار هزيلا هي بعينها الذرات التي دخلته حين اكل؟ ده لسه الذرات في المجاري، ما حصلش منها حاجه ابدا، انما كمية الذرات ومقاديرها التي تكون المشخص. وربنا رحمه طب لنا أن قال إيه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نجمع الأجزاء دي تطلع فلان المشخص هو الإيه؟ هو الإيه؟ المشخص. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل ردا عليهم انتوا بتستصعبوا دي ليه؟ قال لك بين عظام ورفات. قال لهم تاتوا يا اخي، العظام والرفات كانت فيهم حياه، مرت عليهم فتره ايه كانت فيها ايه؟ كانت فيها حياه، يبقى اقرب الى الحياه. لا بلاش لعظام ورفات وحتوها حجاره، خلوها ايه؟ حجاره. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدكم كل الذي أنشأكم أول مرة. الله، إيه الترقي دي؟ قال لك أنت ما تجيبش الحاجة اللي هي قريبة من المطلوب، أنت هات الحاجة البعيدة بقى. أنت بتقول إذا كنا عظام ورفاة، العظام والرفاة كانت إيه؟ كانت فترة فيها، فترة فيها حياة، إذا للأجزاء دي إلف بالحياة، هنعيد لها الحياة تبقى سهل. انما الحجاره ما فيهاش، كانش فيها حياه، ما فيهاش حياه على ايه؟ على نظرنا احنا، على قد نظرنا احنا. طب ايه حجاره؟ وبعدين قال ايه؟ طب ليه؟ قام قال لك لانهم يالفون ان الحجاره الحديد بيقطعها، يبقى الحديد اقوى. قال لهم طب كونوا حجاره هنعيدكم برضه، كونوا حديد هنعيدكم، او خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني رقوها كده، هاتوا الأعظم في الأعظم في الأعظم، كل ما توغلوا في البعد عن الحياة أنا قادر على أن أهب له الحياة. وإلى اللقاء.